السلام عليكم. إخوتي الأعزاء، أحييكم وأحيي فيكم هذا الجهد المبذول في كل جمعة، بارك الله فيكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. ولكن هو بصراحة مؤسف أن مدينة مصراتة، مدينة الصمود، مدينة الثورة، مدينة التضحيات، يعني تكون هذه الأعداد، يعني هذا العدد البسيط يعني في مدينة مصراتة. ولكن في الأخر الإنسان عليه بنفسه. إحنا شايفين أن هذا واجب شرعي ووطني، ولبينا هذا النداء زي ما قالوا أختي الأعزاء، وإن شاء الله ربي يهدي البقية، وإن شاء الله يعني يدركوا أهمية هذه المواقف ولا يستخفوا بها، ويعطوا قليلا للوطن وللأمة من وقتهم ومن مجهودهم. هذا شيء قليل جدا اللي احنا نقدمه حاليا، هذا أبسط شيء ممكن احنا نقدمه لقضية فلسطين، قضية الأمة وللقضية العربية. يعني الوطن وصل إلى ما وصل إليه، ونحن نرى كثير من الدول يعني تتضامن مع العدو الصهيوني، رغم ما يعني يشوفوا فيه قدام أعينهم من قتل للأطفال وقتل النساء وتدمير لمدن فلسطين، وانتهاكات يعني لا توصف، انتهاكات فظيعة في حق الفلسطينيين وفي حق نساء فلسطين وفي حق أطفال فلسطين. ومع هذا يعني هم يعني انجروا إلى هذه الأعمال الخسيسة، يعني لدرجة أن يصبحوا في جانب العدو الصهيوني. والدرس الذي أعطته لهم جنوب أفريقيا صراحة مثل ما قال أخوي الحاج إبراهيم، يعني نحن نشيد بموقف جنوب أفريقيا، الموقف الداعم لحقوق الفلسطينيين، الموقف الداعم للقضية الفلسطينية بعد أن أصبح العدو الصهيوني في المحافل الدولية فوق القانون. إسرائيل منذ 48، منذ أن أنشئت، وضعها العالم الظالم، العالم المستبد، العالم الاستعماري، وضعها فوق القانون حتى تضرب الأمة الإسلامية وتضرب الأمة العربية. الكل يعرف هذا، ولكن وللأسف تخاذل المسلمين وتخاذل العرب هو الذي أوصل إسرائيل إلى ما وصلت إليه من القوة والطغيان والعنجهية في هذه التصرفات ضد أمتنا العربية وضد أخوتنا في فلسطين خاصة. وهي ما زالت مشروعها لم تخفيه، هي مشروعها السيطرة على كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية. هي تتهم هذا الفكر المنحرف، الفكر الإرهابي، الفكر النازي الذي يحمل شعب إسرائيل، أن الأمة الإسلامية شعوب متخلفة، شعوب إرهابية، شعوب تضر بالحضارة الغربية. ولم يعلموا، وهم يعلموا، ولكن هم يزيفوا في الحقيقة، يعلموا أن حقوق الإنسان أول ما أتى بها للعالم هو الإسلام. الإسلام هو الذي أتى بحقوق الإنسان، هو الذي كرم الإنسان، هو الذي كرم المرأة. الإسلام هو الذي صنع هذه الحضارة الغربية بالمبادئ التي جاء بها للبشرية، للإنسانية. ولكن وللأسف قيادات كثيرة في الأمة العربية والإسلامية متخاذلة، وهي كل تصرفاتها وكل أفعالها تصب في صالح الكيان الصهيوني الاستعماري، الكيان المستبد النازي. هو اليوم أصبح الكيان النازي الوحيد في العالم الكيان الصهيوني. ولكن الحمد لله 7 أكتوبر من أهم إنجازاتها التي نراها اليوم في محكمة العدل الدولية. رغم هذه السيطرة والسطوة من الدول الغربية ومن أمريكا بالذات،
إلا أن قضاة محكمة العدل الدولية قالوا كلمة الحق، وكانت النسبة في كثير من بنود المحكمة وأوامرها بنسبة 15 إلى 2 أو 15 إلى 1. واحد هذا أعمى إسرائيل صهيوني، ولكن البقية يعني استجابوا للحق واستجابوا لعدالة هذه القضية ووقفوا موقفا مشرفا. وحتى أعتقد رئيسة المحكمة هي أمريكية، ولكن كانت نزيهة وأنصفت القضية الفلسطينية وأنصفت الفلسطينيين وقبلت دعوة جنوب أفريقيا التي نكن لها كل احترام وكل تقدير في عالم ضاع فيه الحق وضاع فيه الوقوف إلى جانب المظلومين. وقفت جنوب أفريقيا إلى جانب فلسطين التي لا تمتلك أي فائدة ممكن تعطيها لجنوب أفريقيا، لا تمتلك أي مصالح جنوب أفريقيا في فلسطين، بل بالعكس ستتحمل هذه المواجهة القوية لصلف أمريكا والغرب في دعمهم للعدو الصهيوني إسرائيل. ولكن مثل ما قالوا الإخوة، هذه قضية تهم كل الوطن العربي وكل الوطن الإسلامي، ولكن كذلك نحن القضية الداخلية نعتبرها إذا نحن نجحنا في إرساء العدالة وإرساء الديمقراطية والحرية في وطننا الحبيب ليبيا، نحن نعتبر قد أنجزنا الكثير وقد دعمنا النضال العربي الذي يترأسه النضال الفلسطيني اليوم. إذا نجحنا نحن في إقصاء حكم العسكر ودعم وإرساء الحكم المدني والدولة المدنية في ليبيا الحبيبة، ستكون ليبيا منصة لكل الشرفاء الأحرار في وطننا العربي والإسلامي، وهذا إنجاز كبير وهذا خطوة كبيرة للتحرر العربي والإسلامي بإذن الله وللانتصار على الصهيونية ومزاعم الصهيونية وفكرها الذي تنشره ضدنا في العالم. بإذن الله ستكون هذه منصة الحق ومنصة لكل الأحرار في الوطن العربي. إخوتي الأعزاء، نحن لا ننكر اختلاف الرأي، لا ننكر اختلاف الرأي، ولكن نحن نمر بمرحلة حساسة ومرحلة خطيرة في هذا الصراع ما بين النظام المدني، مشروع الدولة المدنية، وبين مشروع عسكرة الدولة من جديد، وما بين الدكتاتورية من جديد. المشروع الأخضر هذا مشروع عودة الدكتاتورية وحكم الأسرة وحكم الفساد، والمشروع العسكري مشروع حفتر هذا مشروع دكتاتورية وإعادة الدكتاتورية بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الدماء التي قدمها شعبنا الحبيب. لا يمكن العودة يعني بالشعب الليبي بنا بحياتنا إلى الماضي، إلى حكم العسكر أو حكم الفرد، حكم الذين يزعمون أنهم هم يعني أتوا بالفكر اللي حرر الإنسان وهو في الحقيقة فكر هدم الإنسان، والكل يعرف هذا. نحن نقول لإخوتنا في مصراتة، نختلف معهم في الرأي وهم عندهم رأي ما في ذلك من شك، ولكن نقول لهم اللعب بمصير الوطن هذا أمر خطير. هذه التوجهات تحمل كثير من المجازفة وكثير من المخاطر للعب بمستقبل الوطن، بمستقبل ثورة 17 فبراير، بمستقبل مدينتنا الحبيبة مصراتة. مصراتة هي 17 فبراير. لا يمكن لأبناء مصراتة أن يتلاعبوا بمصير ثورة 17 فبراير. عليهم أن يفكروا، عليهم أن يكونوا حذرين في اختيارهم وتبنيهم للمشاريع. هذه المشاريع التي نراها اليوم هي مشاريع ضد ثورة 17 فبراير، وهي اختراق استخباراتي
لأعداء ثورة 17 فبراير وأعداء الوطن. ديما في الموعد كالعادة. هذه مصراتة يا سادة. ديما في الموعد كالعادة. هذه مصراتة يا سادة. ديما في الموعد كالعادة. هذه مصراتة يا سادة. ديما في الموعد كالعادة. لذلك أقول لكل الإخوة الذين يطرحوا في مشاريع في مدينتنا الحبيبة مصراتة، عليكم أن تأتوا إلى هذا الميدان، لأن هذا الميدان لكل أبناء مصراتة. هذا الميدان ليس مربوعة أو صالة يقدم فيها صاحب المشروع ما يقدم لضيوفه. هذا الميدان هو ميدان الحرية. هذا الميدان هو ميدان 17 فبراير. هذا الميدان هو ميدان مصراتة. من أراد أن يطرح مشروع لا يخفيه عن هذه الساحة، عليه أن يطرح من هذه الساحة إن كان صادقاً، وعليه ألا يهمل هذه الساحة، لأن في إهماله لهذه الساحة هو ضرب لمشروع فبراير، هو ضرب لمدينة مصراتة وكلمتها الحرة النزيهة. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيك أستاذ فيصل. الحقيقة الكلمات كثيرة والأخوة كلهم يطلبون الكلمة، فنأمل نأمل نأمل وأكرر نأمل الالتزام بالاختصار رجاءً الإخوة، حتى لا نظلم أحد الأشخاص الذي لديه فكرة وقد تكون قيمة، وبالتالي الوقت ضيق، ونحن في ختام هذه الوقفة بعون الله سنختمها بدعاء لعلها تكون ساعة إجابة. يتفضل السيد عبد الله الكميتي بكلمة، وأرجو أن تكون مختصرة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية إلى شعب مصراتة، أبناء مصراتة الصمود، أبناء مصراتة الذين دائماً يؤكدون على وحدة الوطن وعلى الرقي بهذا الوطن. وأؤكد وأتمن ما جاء بكلمة الأستاذ فيصل محمد معتيك، أتمن على هذه الكلمة ولا أريد التكرار. ثانياً أقدم تعازي هؤلاء الإخوة الموجودين أمامي بإذن الله تعالى للسيد عبد الله الأسطى في وفاة ابن عمه ابن أخيه كمال الأسطى. أود أن أقول إن أبناءنا في غزة اليوم بالذات حفاة أطفالهم يهرولون أمام أو وراء السيارات التي قيل أنها ستأتي إلى منطقة غزة ليحصلوا على رغيف من الدقيق أو كيلو جرام من الدقيق ليسدوا بهم رمقهم. هؤلاء أطفالنا، هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء أبناء الأمة العربية، الأطفال والمشائخ والعجائز والنساء هناك كلهم حرمتهم إسرائيل حتى من لقمة العيش أو ماء أو دواء. شعبنا العربي كله صامت. لماذا هذا الصمت الرهيب التي يكتنف كل هذه الدول العربية؟ ونتمن ما جاء بقرار محكمة العدل الدولية والتي تتبناه جنوب أفريقيا، فهي بلد غير إسلامي وغير عربي، ولكن رأينا منها الشجاعة ضد هذا الموقف الصهيوني الغاشم. نحن وبإذن الله نؤكد على دعمنا لأبناء غزة، أبناء فلسطين بالكامل، ولكنها سميت بغزة نظراً لأن الحركة قدمت من غزة، فغزة هي العزة للعرب بإذن الله تعالى، وهي بداية الانتصار على هؤلاء الظلمة اليهود الملاعين بإذن الله. ولكن وفي الوقت الذي نتساءل عن الصمت الرهيب الذي تبناه مجلس البلد مصراتة، تبنى هذا الصمت وهذا المجيء إلى هذه القاعة كما ذكر الأستاذ فيصل، لماذا هذا الصمت؟ نحن نريد الوقوف من أجل أبناء غزة، وقوفنا يعتبر دعماً لهم ولو بمثل هذه الوقفات. كذلك نرجو بإذن الله ونناشد بزيادة الدعم المادي والمعونات لإخوتنا في فلسطين المحتلة من قبل هؤلاء الصهاينة، وندعم الجمعيات التعاونية، الجمعيات الخيرية التي لا زالت تسعى، ونتمن على وقوف
جمعية الإنماء الخيرية بالذات، والتي تؤكد بإذن الله تعالى في تنظيم دعم جديد لهؤلاء الأطفال والنساء في غزة. فالمزيد من الصمود والمزيد من الوقفات والمزيد من الدعم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.